ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع فلا يتأخر، وعليه أن يجتهد في إيجاد السبيل حتى يؤدي هذه الفريضة التي لما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. أذكركم بأمر هام، في الصلاة قال الرسول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال رسول الله: خذوا عني مناسككم. فالحج فريضة يجب أن تؤدى كما أداها رسول الله. الحادث في هذا الزمان أن الناس إذا قامت بالحج، وهي تقوم بالحج كل عام، من الناس من يقوم بالحج كل عام، لكنه يؤدي الفريضة على هواه رغم أنه يؤديها كل عام. أنا أقول بعض الناس، لا أتهم الكل، أنا لا أتهم أحد، يعني بعض الناس يؤديها على هواه، فمنهم من لا يذهب يوم التروية إلى منى، ومنهم من يشرب الدخان في منى وعرفات، ومنهم من يشرب الشيشة في عرفات، ومنهم من يتكلم في السياسة والاقتصاد والكورة. يعني هذا يوم قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. نقعد نتكلم في التجارة وفي البيع وفي الاقتصاد وفي السياسة ونرتب للانتخابات، هذا كلام لا يجوز، هذا كلام لا يليق. الرسول قال: خذوا عني مناسككم. اسألوا كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسألوا كيف حج رسول الله، وحجوا كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولذلك علينا أن نجدد النية في مسألة الحج. من لم يحج فعليه أن يبادر، ومن حج وشعر بالتقصير عليه أن يعيد ويخلص ولو مرة، ومن تعود أن يذهب كل عام عليه أن يستبدل الحج بإيه؟ بالإنفاق على الأرامل والأيتام والمساكين. ولنا في عبد الله بن المبارك الأسوة والقدوة، هذا الرجل كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما. واحد يقول لك: طب ما هو واحد بيحج عام وعامه، ده كان بيحج عشان يعلم الناس، ده كان داعية. عبد الله بن المبارك كان يذهب إلى الحج لتعليم الناس ويفقه الناس ويأخذ بأيديهم، فده لو ظرف خاص. الدعاء والعلماء لهم ظرف خاص في الحج كل عام. هذا الرجل أقول كان يحج عاما ويجاهد في سبيل الله عاما. في عام من الأعوام التي قرر فيها أن يحج، وجد امرأة تنحني على الأرض لتأخذ دجاجة ميتة. هو مسلم فقيه، يعلم أن أكل الميتة في الإسلام حرام. قال: يا أمة الله، أمسلمة أنت؟ قالت: نعم. قال: أتأكلين الميتة؟ قالت: يا عبد الله، يا ما تعرفوش. قالت: يا عبد الله، دع الخلق للخالق، فلله في خلقه شؤون. قال: ما شأنك؟ كررت الكلمة: يا عبد الله، دع الخلق للخالق، فلله في خلقي شؤون. قال: والله لن أبرح مكاني حتى أعلم حالك. قالت: أنا أم لأربعة بنات يتامى، مات أبوهن وتركهن لي دون مأوى ولا مصرف، ما عنديش. فبتاخد الميتة بعيد عنهم، تنظفها وتأكلهم. فقال عبد الله وهو فقيه: قال: يا أمة الله، أو ما سمعت قول الحق تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير؟ يعني ده تحريم قاطع. قالت: أو ما سمعت أنت يا عبد الله قول الحق تبارك وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم؟ فبكى الرجل وفاق، حط إيده في جيبه، طلع مال الحج ادهولها، قال لها: انفقي على الأيتام حتى يقضي الله أمرا، وقال: والله لن أحج هذا العام. واستبدل الحج بالجهاد ولم يذهب إلى الحج. وذهب الحجيج وعادوا، جزى الله عبد الله بن المبارك عنا كل خير، ما جلسنا في مجلس وما وقفنا في موقف إلا علمنا وفقهنا. الراجل ما راحش، قال: يا ربي أنا لم أحج.
واحد يقابله يقول له الدرس اللي اديته لنا في منى، الدرس اللي اديته لنا في عرفه، الراجل ما راحش. ان صح الحديث يعني. توضأ وصلى ركعتين من غير الفريضه وقال اللهم دلني على كلام هؤلاء. فجاءه في المنام كما يقول الحديث، وانا اكرر ان صح الحديث، رجل شديد بياض الوجه، شديد بياض الثياب في المنام، قال يا عبد الله أو تدري من أنا؟ قال لا، قال أنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبك في الدنيا وشفيعك في الآخرة. يا عبد الله، جزاك الله عني كل خير بما كفلت بناتي اليتامى. هكذا يقول الحديث. الرسول في هذا الحديث اعتبر البنات اليتامى، بنات المرأة، بناته. وهذا شرف كبير لبنات الإسلام ولنساء الإسلام. فالمسلم الواعي يجب أن يعلم أن كل امرأة في الإسلام، كل فتاة في الإسلام عرض محمد صلى الله عليه وسلم. إن سترته، إن أشفقت عليه، إن عاملته بما يرضي الله. أنا أقول هذا الكلام للأزواج وللآباء، معاملة النساء، نساء المسلمات عرض محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث يقول جزاك الله عني بما كفلت بناتي اليتامى. يا عبد الله، إن الله خلق ملكا على هيئتك، حج عنك وحدث الناس عنك وعلم الناس عنك، وكتب لكل حج ثواب حجة، وكتب لك ثواب 70 حجة، لأنه استبدل الحج بالإنفاق على اليتامى. المسلمون في غفلة، المسلمون انقسموا بين إفراط وتفريط. أين الوسطية في الحج؟